ما ضلش إشي في البلد، لا مدارس ولا جامعات ولا صحة ولا إشي. مستقبل الأطفال هدول كلهم كيف بدي يكون؟ كيف بدي يتكون؟ كيف بدي يعيش الإنسان بعد هيك؟ هي المشكلة مش في الحرب، المشكلة ما بعد الحرب، مأساة الحرب هي بعدها. شردنا هان على حدود رفح المصرية على السلك إن 100 يوم، ووضعنا برضو صفر، ولا أكل ولا شرب، وما فيش شوادر، وميتين من السقعة، مش عارفين ندبر حالنا، وحاسين إنه اليهود حيخشوا على السلك هنا، وإحنا بدناش نتهجر على المصريين، بدنا نرجع على بلادنا. يعني من يوم ما بدأت الحرب لليوم ما فيش أمل إني أقول إنها هتخلص، ما فيش. الوضع صعب، الحياة صعبة، لا عارف تعيش، لا عارف تأكل، لا عارف تشرب، لا عارف ترتاح، لا في نوم. أقول لك أبسط الأمور، المية ما فيش. 100 يوم من القهر من الدل، لكن إحنا صامدين صامدين، وبإذن الله ما يوم من الأيام يئست من رحمة ربنا إننا راجعين. بالعكس بقولها وما زلت بقولها، إحنا راجعين.